لم يعد دور المعلم مقتصرا على توصيل المعلومات فقط، بل تعدى ذلك بكثير. فلقد أصبح المعلم الآن هو المسؤول الأول عن بناء شخصية الطالب، الطالب المفكر، الناقد، الباحث، المستقل. ولذلك ظهرت نظريات تربوية عديدة لإكساب المهارات العقلية والاجتماعية والحركية التي تتيح الفرصة للمتعلم للوصول إلى المعلومات بنفسه والمشاركة الفعلية في العملية التعليمية كاملة. أهلاً وسهلاً بكم في هذه المادة التعليمية الخاصة بطرق التدريس الحديثة، والتي أتمنى أن تحقق هدفها الأساسي، وهو إحداث التغيير في قدرات الطالب وتمكينه من مهارات التفكير العملي.